وفقكم الله. نرفع مظلومتك. أخذوه ب 2015. من قد التعذيب ابني مات بالسجن. ابني مات بالسجن. قال الله صبر الله قلبي. أريد دم ابني. صبر الله قلبي. أريد دم ابني. ابني دم أريد. داخل السجن توفى. داخل السجن وكل السجون عذبوه. بالمطار عذبوه. وبالتاج عذبوه. وبالشعب الخامسة وبالرصاف الخامسة من شموس إذا حكي وياه يضربون ابني. وبالبصرة شلعوا ظفرة. وبالناصرية نفس العذاب. والعمارة مات أريد دم ابني مسطون الرئيس الوزراء. داخل على الله وعليكم أريد دم ابني ما عندي والي. أربع جهال عاف علي ما عندي والي ما عندي. ارحموني. صفر الله قلب الجميع. نعم يعني احداث قصص مؤلمه واحكام مؤلمه جدا يعني بس مظلوميات كبيره بحق نعم محمد يعني قصص يعني انا ما اقدر احكي جديات يعني محمد يعني هاي القصص اللي موجوده الاف مؤلفه اليوم بالعراق لا حول ولا قوة يعني فوق أي كلام فوق أي تعبير يعني ما نسمعه وما نشاهده اليوم من أهالي يعني هذه الدمعة شاهد كبير يفوق ألف شاهد عن مظلومية منهم في السجن هذه اللوعة الكبيرة في قلوب الأمهات هذه الحرقة في القلوب هذه المناشدات الخارجة من صميم القلب تثبت وهي تغني عن أي شاهد وتغني عن أي إثبات بحق من هم الآن في داخل السجن يعذبون ومنهم من يقتل ومنهم من يعوق ومنهم من يصل إلى مراحل أمهاتهم وذووهم لا يتعرفون عليهم من شدة التعذيب هذه المطالب هذه المظلوميات رفعت وعسى أن تسمع يعني وعسى أن تستجاب إن شاء الله هناك أمل كبير في تشريع قانون العفو العام نعم. نعم يعني محمد أشكرك محمد فراس أشكرك ونتمنى أنه السيد السوداني والحكومة كل الحكومات المتعاقبة الجديدة اللي بالفعل حتى دول العالم دائما على إقرار قوانين العفو العام لبدء صفحة جديدة مع الشعب اللي بالفعل عانى يعني ما أعرف إذا كانوا النواب أو البرلمانيين أو الرئاسة اليوم كحكومة نحكي يعني اليوم بالفعل الحرة اللي تنادي اللي تقول لك بشاربك اللي أولادهم إلى حد الآن آلاف مؤلفة بالسجون اعترافات اللي من التعذيب محاكمات غير أصولية روح القانون ما قامت موجودة تهم الكيدية يعني المخبر السري دفن هواية شباب شيخ خلينا نروح في أصل ونرجع وياكم يا ضيف